اذا واجهت وانا في المطعم واجهت هذا الموقف وياني احد الزبائن حتى مو يكون يعني صاحب المطعم او احد من الموظفين في المطعم منزعج من طفلي، انا كيف اتصرف معه؟ منزعج يعني جايني منزعج من طفلك؟ من طفلي انا يعني انتم مسويين يعني ازعاج في المطعم وانتم مو بعارفين نقعد. اهل الطفل المفروض يتقبلون الموضوع، اساس ما اصل مع عائله يعني شجار قوي يعني. المفروض اهل الطفل يتقبلون الموضوع هذا. انا نعم. المطعم كانت الغلطه، خلينا نشوف الغلطه من اولها من اهل الطفل. نعم. قبل الطفل بالطريقه اختيارهم او سياستهم بالموضوع. نعم. فتعود عليهم، المفروض يتقبلون هذا النقد اللي بيوصلهم، يحاولوا بطريقه ثانيه يعتذروا من الاطراف الاخرين بابتسامه، وان شاء الله بنحاول نسكت الاطفال. البعض يعند وقتها، يعني البعض يحاول انه ينتقد، بجيك انتقد قدام الناس كلهم او انا جالس على طاولتي وبناديك انتقاد قدام الناس، فهذا مرفوض. ايضا البعض يحاول انه يجيك مباشره، هي مرفوضه ان انا اجيك مباشره، المفروض يصير عند صاحب المطعم او النادي الموجود واتكلم وياه بهدوء وبلطف انه هو يوجه لكم، لانه قد يكون احرص على الزبائن اللي موجودين وعلى ايضا اهل الطفل اللي هم اللي اصدر الازعاج. نعم. فهو حريص على الجميع انه يكونون في رضا. نعم. فبيجي باسلوب راقي يتكلم وياه.